ويبدو أنه سنة الذكرى الثالثة باش تكون تحت شعار الغضب، باش يكون ذكرى الغضب ستوهامي في سيدي بوزيد. شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة. هذه السنة في الحقيقة نحن في سيدي بوزيد لا نحيي الذكرى بمعنى الإحياء الاحتفالي، وإنما سنجعل ذلك يوم غضب واحتجاج. يوم الغضب والاحتجاج لأنه بالنسبة إلينا الثورة لم تحقق أهدافها، وهي ثورة تحتاج إلى تصحيح مسار، والسبب في ذلك يعلق بالتأكيد على أعمال الترويكا، على الرئاسات الثلاث، على رئاسة الجمهورية خاصة.